أكد وزير الداخلية نور الدين بدوي على هامش زيارته التفقدية لولاية البياض، أكد على أن الدولة الجزائرية مستمرة في المرافقة الاجتماعية للشعب الجزائري، كما أشار إلى أن هناك جهات تحاول زعزعة الأمن الداخلي من خلال تلفزيونات ووسائل إعلام خارج الجزائر. التغطية كانت لرفيق خلف الله. الحكومة الجزائرية بأنها لم ولن تتخلى عن المرافقة للضروريات الاجتماعية للمجتمع الجزائري، وسوف تواصل فيه، ولينا حتى في بعض الأبواق اللي قاعدة من وسائل نتاع إعلام خارج الجزائر دايرة واحد السي دي دور بوجوه دائم نفسها، حتى الناس اللي يتكلموا في الهاتف تقريبا كلهم هم نفسهم، هدفهم أساسي واحد، هم كيف يزعزعوا استقرار البلاد.